لكن الحجب جزء من منظومة بن علي اللي تمكننا باش نزيلوه، وإن شاء الله يستحيل يرجع، واللي باش يبدأ الحجب أي نظام باش يسقط في تونس لو مارس الحجب. اللي يخيف أكثر هو السيرفيانس، هي المراقبة. نظام بن علي كانت عنده قسمين، كان عنده قسم يحجب المعلومة وقسم يراقب ويتبع المعارضين ويهرسلهم، وعنده سيطرة على أجهزة كمبيوتراتهم ويعرف شنو ما الاسماس واللي توصلهم والميساج اللي يوصلوا لهم. وهذا الشيء مازال متواصل في تونس. فما قانون الإرهاب اللي شرع لنوع من الرقابة ومن السيرفيانس اللي قد معناتها تهدد حرياتنا، واعتقد ان الكثير من ما يسمى بالسلفيين او الجهاديين اللي تم اعتقالهم في تونس بسبب نشاطهم الالكتروني، بسبب مراسلات قاموا بها، هو نتيجه سيرفيانس الكترونيك لمحتوى المراسله. بالتالي تقنيا يصعب ان نتبع 4 أو 5 ملايين مبحر في الانترنت التونسي. فما برمجيات قاعدة تتبع في المبحرين التونسيين، وتتبع فيما يكتبونه علنا في الفيسبوك وببليك، ولا في الإرساليات الخاصة اللي قاعدين يبعثوا فيها لبعضهم، وهذا أعتقد شيء يخوف. شيء ثاني، لادوتي ووكالة التكنولوجيا اللي يحبوا ينشئوها، واللي هي ستقيم منظومة لمراقبة إبحار التونسيين والاطلاع على يمكن محتويات تخصهم. نعرف اللي تونس مصادقة على معاهدات وعندنا قانون يحمي المعطيات الشخصية في تونس، هل أن المراقبة هذه قاعدة تمر وخذات معناتها ترخيص من الهيئة اللي تعني بحماية المعطيات الخصوصية والخاصة في تونس؟ هذا شيء مش متأكدين منه. هل تم استشارة الهيئة هذه؟ هل تم استشارة مجلس نواب الشعب؟ هل هناك وعي تقني في مجلس نواب الشعب حول خطورة مراقبة التونسيين؟ هذا شيء أعتقد أن هيئة الحقيقة والكرامة من دورها أنه أولاً باش نفهموا كيفاش نشرعوا، باش نفهموا كيفاش نسنوا قوانين تحمي المبحر التونسي وتحمي معطياته الشخصية على الانترنت وتحمي مراسلاته لعشيقته ولا زميله ولا صديقه ولا زوجته، هو أنه نفهم المنظومة القديمة كيف كانت تخدم. والطريف أنه المنظومة الدفاعية لتونس كانت معروفة مكشوفة، هناك تقارير تعرف نوعية السلاح التونسي وتعرف قداش عندنا من شطاير وقداش عندنا من طيارة. تقريبا كل المنظومات الدولة في تونس خرجت تسريبات، استقبلنا عشرات أو مئات التسريبات من الإدارات التونسية قبل الثورة وبعد الثورة، ونشرناها في مواقع نوات أو في مواقع أخرى. المنظومة الوحيدة اللي مخرج منها حتى تسريب هي منظومة الحجب والرقابة. إلى يومنا هذا ما نعرفوش شكون كان يحجب، شكون مازال يراقب فينا في الانترنت. الناس اللي كانت تراقب وتشي ببعض نشطاء الانترنت، وفما ناس تشدت في الحبس على خاطر كانوا فما نشطاء في التجمع ناشطين أيضا على الانترنت، واحد منهم مستشار لرئيس الجمهورية يشتغل الآن، كان يقود بالنشطاء الانترنت في تونس. دونك المنظومة القديمة أنه خافوا من أنها تعود، أنا أعتقد المنظومة القديمة مازالت قائمة الذات.